السلام عليكم معلم. عليكم السلام. قول لي ما لقاش عندك شي البيسه اللي تبيع لك؟ هي هي موجوده. واه هذه زوينه. اي الزيت زعما هل انا ما نخافيش عليا حوايج ولدي؟ من الصباح وانت مخيط بين الدروبه والزناقي ودير لنا الطلاميس على وجهنا باش ما نعرفوش شكون مول المحاله. وهذه راه الكسوه ديال ولدي وجايبها باش نعوضوا فيها الشراء. فين على الشيطان هذه حوايج ولدك؟ حوايج ولدك غندير لهم ميكا مالك تصب عليهم الشتا. ديرها وتفوتها لهي شتي انت ديرها وتفوتها لهي. كتبقى فيا وليدي عندك بو بحال هذا. تا شي بقى فيك هذا شي بقى فيك؟ تا كل عام يعيط. مال ولدك كل عام يعيط مالو؟ ورانا اللي كيبقى فيا عدو ام صحاب راسها سبيكتور. سبيكتور والله ما ندوخلك هادو حوايج ولدي. هاك وزيدوا راس غارو عليه. ياك السي فتاح راه قلت لك المراه ما يخفوش عليها حويجات وليدات. ها دابا تا هذاك وجهك ولا كفاك والرجله ضربها الخلا. الرجله هي تشري لولدك كسوه من راسو حتى رجليه وتزيدو صباطو وتزيدو قدامي نشوفو الدار شنو خصها عاد نمشيو للباتيسري نشدو النوبه باش ناخدو الحلوه ديال العيد.